ده بالنسبة للنادي الأهلي. الإسماعيلي هيلعب. طيب نروح للكابتن وائل جمعة بقى ونهنيه بعودته من الحج كده، وإن شاء الله يكون حج مقبول بإذن الله وذنب مغفور. هو بيسموه حج مبرور وذنب مغفور للكابتن وائل جمعة، إن شاء الله يكون وفق كده في رحلة الحج اللي فاتت في السعودية. كابتن وائل إزاي حضرتك؟ إزيك يا كريم، ربنا يخليك، كل سنة وأنت طيب. الله يخليك كابتن، مشاهدين طيبين كده، وعيد سعيد على الناس كلها. الله يخليك كابتن وائل، ويعني يكون ربنا كرمك كده وقبل حجتك إن شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كريم. يعني النادي الاهلي الفتره الحاليه الكل طبعا بيستعد لبطوله الدوري الممتاز، ومأجلين انتوا شويه موضوع الكونفدراليه لغايه ما الامور تقرب، يعني لسه قدامنا لغايه 30/11. لسه بدري، عندنا اكتر من شهر قبل عندنا اكتر من شهر، فلسه يعني احنا برضو بنشتغل في الدوري ان شاء الله الفتره اللي جايه، بس عينينا ودماغنا برضو في الكونفدراليه، اكيد يعني باقي خطوه واحده وخطوه مهمه جدا ان شاء الله. قريت حاجه كده النهارده ان اللواء محمود علام مدير النادي الاهلي بيقول يعني لو الامن متعنت معانا في مصر والجماهير مش هتحضر هنضطر ننقل المباراه للسودان، الكلام ده صحيح في الكونفدراليه؟ والله انا ما اعتقدش الكلام ده كريم، وانا اول مره اسمعه يعني. انا حد قاله لي برضو امبارح، انا قريت على موقع النادي الاهلي. لا حد قاله لي امبارح، انا ما عنديش خبر بيه، انما ما اعتقد ان احنا هنلعب هنا في مصر. يعني ده مباراه زي كده بالحجم ده افضل رساله توصلها للناس طبعا، انت بلدك فيها امن وامان وتقدر تلعب. ولو تفتكر السنتين اللي فاتوا يا كريم، دوري ابطال، نهائي دوري ابطال لاعبينه في مصر، يعني لاعبين مباراه الترجي في 2012 في اسكندريه، ولاعبين مباراه اورلاندو في استاد المقاولين العرب في 2013. يعني دي افضل رساله توصلها للناس، ان انت عندك امن وامان وجمهور يحضر وناس تقدر تشوف المباراه زي كده. بالظبط، يعني ان شاء الله المباراه تتلعب في القاهره، والامن هيساعد النادي الاهلي ووزاره الداخليه ان اللقاء يكون بجماهير، لان لوائح المباراه النهائيه لازم يكون في جماهير يا كابتن وائل. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله المباراه تبقى في مصر وفي وسط جمهورنا باذن الله، وزي ما بقول لك نعكس ونبين للناس صوره البلد دلوقتي عامله ازاي، والبلد فيها امن وامان ازاي ان شاء الله. تعليقك ايه على الاتهامات اللي كانت يعني بتتهم لشريف اكرامي ان هو تهرب من المنتخب وبيدعي الاصابه والكلام ده؟ يعني كلام فاضي يا كريم، طبعا ما فيش لعيب يتمنى انه يهرب من مباراه او يغيب عن مباراه مصريه، مباراه لمنتخب مصر سواء كبيره او صغيره، ما فيش لعيب ابدا يهرب من منتخب مصر ابدا او من تمثيل بلده يعني. فما بالك بواحد انت عارفه كويس جدا يا كريم، انت شخصيا واحد بشخصيه شريف اكرامي وعقليه شريف اكرامي، مش ممكن ابدا يهرب من مباراه يعني. ايوه شريف يعني مع كل الاحترام لفريق بوتسوانا، لو هيهرب من بوتسوانا كان الاول يهرب من ماتش السنغال او تونس. فاهم؟ فما يعني الكلام ده طبعا ما يستحقش الرد عليه. اصابته ايه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ايه يا كابتن؟ هو اصابته اول ما اتصاب كان تحت اشراف الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب، وراح عمل له الاشعه، بعد كده الدكتور طارق سافر وشريف راح للدكتور احمد عبد العزيز، لان الدكتور ايهاب ما كانش موجود كان بيحك برضه. فراح للدكتور احمد عبد العزيز وطمنه ان الحمد لله الرباط الصليبي ما فيهوش حاجه، الاصابه جذع في الرباط اللي هو جنب الرباط الصليبي. يعني عملت رشح شويه وخلاص يعني خلاص. لا هي محتاج شويه بس وقت حالته طبعاً. ساعتها يعني ساعه مباراه بوتسوانا او في التوقيت ده ما كانش يقدر يلعب، يبقى موجود. انه يبقى موجود. فهيبدا يرجع امتى تاني للتدريبات الجماعيه؟ هو على يعني المفروض انه يبدا يتمرن مع الفرقه ان شاء الله على حسب حالته هو الطبيه. الدكتور احمد قال له ان انت تقدر تتمرن لوحدك خفيف كده يومين ثلاثه، وبعد كده تخش مع الفريق. هيلحق الماتش الجاي مع الاهلي ومع ان شاء الله يلحق باذن الله. هو قادر ان شاء الله انه يلحق الماتش الجاي باذن الله ان شاء الله. وليد بس برضه يعني هو مش هيلعب لو هو في مشكله في رجله او مش جاهز 100%. او مش جاهز 100% بالظبط. تمام. وليد سليمان برضه اطمنتوا عليه؟ سمعت كده ان جاله شويه في العضله الخلفيه بعد الماتش اللي فات. لا انا بصراحه شريف وليد ما اعرفش حالته، لان انا شفته في ماتش بتسوانا اتفرجت عليه ولعب وكان ادى كويس. هو مسك الخلفيه كده شويه وبعدين اتغير في الشوط الثاني. لا
لا هو مفيش اي اخبار عنه ومحدش قال لنا حاجه عليه. محمد فاروق وصلاح السعيد فاروق اكرم. كان عنده اجهاد في العضله الضامه، والمدرب فضل انه يرتاح المباراه الوديه بتاعه الانتاج الحربي اللي كانت امبارح، ايوه. وهيبقى موجود ان شاء الله مع الفرقه من بكره باذن الله. وصلاح وصلاح برضو، صلاح بقى حالته كويسه ان شاء الله، وهينزل معانا بكره او بعده كتير ان شاء الله يعني. ان شاء الله كابتن. بالنسبه لباسم علي والايقاف بتاعه، رفع الايقاف مش رفعه يعني؟ لا لا مفيش اي اخبار عن باسم، والوضع مستمر زي كما هو عليه، مفيش اي حاجه خالص من قصه رفع الايقاف والكلام ده، ولغايه دلوقتي باسم موقوف يعني. تمام يا كابتن وائل، انا بشكرك والحمد لله على السلامه وبالتوفيق ان الله شاء الله في يسلمك الفتره يا كريم. القادمه. الله يخليك كابتن وائل، شكرا. بشكرك كابتن وائل جمعه طبعا مدير الكره في النادي الاهلي.